النادي الأهلي ناوي عليه. النادي الاهلي زي ما قلت لك مرتب اموره على المذكره اللي هيبعتها للاتحاد المصري لكره القدم اللي بيرفض فيه القرارات، ثم لمركز التسويه والتحكيم، ثم للاتحاد الدولي للحفاظ على مواقفه تماما. خد بالك بس علشان في برضه النادي الاهلي مستند لعده امور، يعني مثلا من ضمن الامور اللي مستند عليها، سيبك من العقوبات، كل عقوبه بالحيثيات بتاعتها هم راضين عليها وفقا للقانون، لكن هم بيتكلموا في حاجات. يقول لك انت مثلا بتقول عقوبة على كهربا لنهاية الموسم، بيقول لك لا توجد في لائحة الاتحاد الدولي ولا في لائحة الاتحاد المصري عقوبة تسمى بإيقاف لنهاية الموسم، يجب أن تكون مدة الإيقاف وفقا للاتحاد الدولي محددة المدة ومحددة المباريات، يعني هتقول 6 شهور ب 15 ماتش كذا كذا. وماذا لو كانت المباراة اللي بيلعب فيها اللاعب اللي أنت عايز تعاقبه هي مباراة آخر الموسم، كنت هتطلع العقوبة إيه؟ مثلا الحاجة التانية، وأوصل الاتحاد الأفريقي الاتحاد الدولي إن في أي عقوبات تتعدى المراحل الطويلة اللي هي شهر واتنين أن يتم التحقيق مع اللاعب أولا قبل إصدار الحكم، لأن ده مش مصلحة اللاعب، ودايما الاتحاد الدولي بيقف في صف اللاعب. بالظبط. ها ده كهربا ساب نادي وسافر وراح غير نادي وجه ما حصلوش حاجة لغاية دلوقتي. هل شايف إن العقوبات قاسية سواء على نادي الزمالك أو على النادي الأهلي؟ شوف، العقوبات متفاوتة على نادي الزمالك وعلى النادي الأهلي، ولكن كله هيسيب العقوبات كلها يبصوا على عقوبتين، شيكابالا وكهرباء. صح الكلام؟ صح الكلام. لا حد عاجبه عقوبة شيكابالا ولا حد عاجبه عقوبة كهرباء. بمعنى نادي الزمالك نفسه شايف إن عقوبة كهرباء، إن عقوبة شيكابالا عقوبة ضعيفة. تمام. ولم يتحرك نادي الزمالك مثلا في عقوبة قدامه 10 ايام، في عقوبة عاشور، في عقوبة عاشور امام عاشور. يعني انت لاعب بيضرب لاعب اديته نهاية الموسم، ولاعب عمل حاجة أخلاقية اديته 8 مباريات، وانا بقول لك هذه العقوبات لن تنفذ. انا بقول لك لا على الأهلي ولا على الزمالك. بتتكلم بجد؟ انا بتكلم بجد. دي طالعة من لجنة الانضباط. اولا كده كده هيحصل فيها تغييرات كبيرة جدا جدا جدا، ما فيش الحاجات اللي انت بتسمعها دي خالص. ثانيا بعد الشكوى بتتكلم يعني دي مفاجاه بالنسبه لي. لا لا لا، ما انا بقول لك اهو كده كده هتتعدى. بناء على ايه؟ اولا اذا كان الى الان المستشار عادل الشرباجي قال لك لا الاهلي يتظلم ولا الزمالك يتظلم، انا بقول لك 100% الاهلي مش هيتظلم. الاهلي مش هيتظلم 100%. ليه؟ لانه غير معترف بالقرارات، وفي المذكره اللي هتتقدم انه غير معتمد تماما لهذه، لانها لا توجد لائحه وبناء عليها انت عملت كده. النادي الاهلي قال لك انا ما جاتليش اللائحه، وقال لك طيب انت عدلت على اللائحه، عشان تعدل على اللائحه انا عايز حاجتين، دي وجهه نظر النادي الاهلي. اولا مين اللي سمح لك تعدل اللائحه؟ الجمعيه العموميه اديتك. طيب وعندما يتم تعديل اللائحه يجب عرضها على الجمعيه العموميه اللي يتم اعتمادها. لا ده حصل واختار الانديه بيها بس كده. لا ده حصل ولا ده حصل. طب انت بتعاتبني على اللائحه القديمه؟ طب العقوبات دي مش لائحه قديمه، ده على اللي انت عدلته. فدي القصه. وإذا هنا عندما زي قصة، فاكر قصة عصام الحضري لما وحسني عبد رب ولما حصل معاهم؟ أيوه. طب اللجنة هي بتعمل إيه؟ لما كل ده ما حصلش هي اللجنة بتعمل إيه دلوقتي؟ اللجنة دلوقتي يعني بتشوف يعني موقفها النهاردة إيه؟ مع الاتحاد الدولي كويس؟ والأندية بتشوف موقفها. أنا أول ما بخش اتحاد الكرة المفروض بجيب اللوائح والقوانين اللي هم شغالين اللعبة ويشتغلوا عليها وبخطر بيها الأندية عشان لما يحصل لي موقف أرجع أترجم. ما أنت ماشي بتعدل بس، وأنت ماشي بتعدل حصلت لك أزمة. ما هو انت وانت ماشي في الطريق لقيت مطب كده كبير. هو انت قدام مطب دلوقتي. المطب ده حصل قبل كده. ما هو هيحصل تاني. مباراة المقاصة. وهيحصل تاني، فلازم تبقى ال 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 عايز اقول لك حاجة؟ ان تمديد ساعة على الوقت الاصلي اللي كانت تبدأ فيه مباراة الامس ده باطل. لولا موافقة النادي الاهلي ما تتمددش. يعني الماتش معروف ميعاده 7:30 والدنيا مظبوطة. تمام. بعد السبعة ونص بعشرين دقيقة سلام عليكم وعليكم السلام. طيب هتمد ساعة، لازم ارجع للنادي الاهلي. النادي الاهلي وافق ان يتمد ساعة، ما جيتش قصة منتهية. النادي الاهلي عايز يلعب الماتش. الاهلي عايز يلعب الماتش. حلو.